السلام عليكم ورحمة الله. اليوم حنتكلم عن المجال التقني، تحديدا في جانب التعليمي الذي يهدف في اكتشاف المهوين. تمام، لا شك أنه الجانب التعليمي جانب مؤسسي منتظم ويتطلب تكاليف في الالتحاق وإتمام التعليم، إلا أنه ليس الوسيلة الوحيدة في التعليم، كما هو الحال في المجالات جميعها. فهناك هواة وهناك موهوبين، وكلها طرق مختلفة في السلوك. هنا سنركز على الموهوب، الموهوب الذي لديه حب للاطلاع، حب وشغف للدخول في هذا المجال. هذا الشخص هو لا يحتاج إلى دروس وتعليم، ولكن يحتاج إلى توجيه. تمام، توجيه وجواب لأسئلته التي تكون نابعة من حب المجال وحب الاطلاع. المجال التقني مثل زي المجالات الأخرى هو مجال متنوع في الأنشطة، متنوع، ولكن في الهدف هو نشاط. تمام، النشاط الرياضي هو في أصله هو نشاط صحي جيد للإنسان، ولكن الألعاب الرياضية هي مختلفة باختلاف منشأها وتاريخها ومجتمعها التي تكونت فيه، وبالتالي هي كلها تعتبر رياضة، ولكن كلها مدارس مختلفة. الفرد في المجال التقني هو يحتاج أن يعني يوجه في طريق أن يكون مدرك، الشخص المعلم والمؤسسة القائمة تكون مدركة الفرق بين الاحتياج والمتطلبات. تمام، الإنسان في بيئته هو له احتياجات اجتماعية، ثقافية. التقنية هي موجودة للمساعدة في تحسين الأدوات، هي ليست موجودة لتغيير الأنشطة وتغيير المهام، هي لا، هي موجودة إلى تحسين وصناعة الأدوات. تمام، لماذا؟ لأنه هذه الأدوات وهذه الأنشطة هي جزء من طبيعة تكوين هذا المجتمع. تمام، وهذا يعني له اتجاه إيجابي وله اتجاه سلبي. الاتجاه الإيجابي هو أن يكون متوافق مع القصة والرواية المحلية، وبالتالي هذا سيكون فيه يوجد تطوير وتحسين. عكس هو والعكس طبعا تماما مناقض، أن يكون لا يمت بصلة بقصة ورواية المجتمع القائم، وبالتالي تغيير الأدوات وتغيير الأنشطة، وبالتالي تغيير الذي لن يكون حميد. تمام، الذي أيضا سيستدعي التغيير الاجتماعي. تمام، بالتالي يجب أن نكون مدركين كأشخاص في الجانب التعليمي، كأشخاص في الجانب المؤسسي، أن نكون نعلم أن المجال التقني مثله مثل جميع المجالات هو موجود في الأساس كتطوير
للأدوات وليس للمعلومة، فكما يطلق عليه هو تقنية المعلومات. المعلومات هي شأن أدبي، شأن ثقافي، شأن موجود، تمام؟ ولكن التقنية هي التي تتحدث وتتغير وتتحسن، ولكن التطبيق هو البرامج هي، تمام؟ لو أخذنا على سبيل المثال الآلة الحاسبة، الآلة الحاسبة موجودة قبل وجود الموبايلات، قبل وجود الحاسبات الآلية التي موجودة منذ فترة وزمن طويل، لكن الآلة الحاسبة موجودة منذ فترة أطول، إلا أنها لم تتغير في الشكل والاستخدام والآلية، لأنها تعتمد على نفس الأسس ونفس الاستخدامات، تمام؟ نفس الموضوع ينطبق على جميع المجالات الأخرى، سواء كانت في المحاسبة والمخزون واستخدام التعليم للأدوات التقنية الحديثة والترفيه، كلها يدخل في نفس النطاق. التحدي الموجود هو تعزيز الرواية والقصة المحلية والجانب الأدبي المحلي، تمام، بأدوات متطورة، تمام. بالتالي هذا يدفع في اتجاه توفير الفرصة للموهوبين، تكون منزوعة الدسم، منزوعة الأهداف الربحية، كما هو الوضع قائم في المشاريع الغير ربحية التي هي موجودة في الجانب الغنائي والجانب المسرحي والفني. هناك معاهد وصوالين توفر الجانب التعليمي والجانب على الأقل التوجيهي، وإن كان التعليمي هو موجود كمؤسسات موجودة كتعليم، ولكن الموهوب هو يحتاج التوجيه، يحتاج التوجيه، لكن التعليم هو اختياري. الذي يريد أن يتعلم في المعاهد والجامعات يذهب ويتعلم في المعاهد والجامعات، لكن الشخص الموهوب في الغالب هو لا يحتاج إلى التعليم ولكن يحتاج إلى التوجيه، تمام. فالفرصة القائمة هي موجودة ما بين الجانب التعليمي والجانب المؤسسي الربحي، هو إيجاد منطقة وسيطة. هذه المنطقة الوسيطة تتيح للأشخاص الموهوبين الحصول على الأدوات والحصول على الفرصة في إبراز المواهب والحصول على التوجيه من أشخاص موجودين في هذا المجال منذ فترة. والمثال على هذا يعني هذه الأفكار هي ليست جديدة، ولكنها موجودة في المجال الغنائي، متمثلة في الصوالين والأنشطة التعليمية التي تقوم بها منصات مثل مركز الحرية والإبداع وكذا مركز موجود، الذي يتيح الفرصة للموهوبين في إبراز مواهبهم، وأيضا يتيح الفرصة للمهتمين ومحبي الاطلاع على الاستفادة في هذا الشيء. طيب، كيف ممكن يكون هذا الموضوع بشكل مبسط؟ قد يكون هذا الموضوع بشكل مبسط مثل فكرة الصوالين، صوالين غنائية. الصوالين الغنائية هي تعتبر صوالين بسيطة، ولكنها تتيح الفرصة لأي موهوب أن يبرز موهبته في هذا المجال، وبالتالي يحصل على الاهتمام والتوجيه من الخبراء بعد ما يتم اكتشاف هذه الموهبة. هذا الشيء قد سهل، هو قيامه سهل، ولكنه يحتاج إلى مظلة مؤسسية، يحتاج إلى مجتمع حاضن، يحتاج إلى إتاحة الفرصة
حتى للأشخاص الذين لديهم حب الاطلاع بعيد عن التلقين والتعليم الذي هو موجود، تمام. ولكن هنا الاستهداف هو للاكتشاف الموهوبين، تمام. موهوب واحد ناجح هو بمثابة منجح أو قائد لمجموعة كبيرة من الأشخاص الذين سيكونون مستفيدين ومفيدين في الجانب التقني على المستوى الشخصي والمؤسسي والاجتماعي. وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.